بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه وبعد. قال الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لما ذكر سبحانه وتعالى الآيات السابقات ذم اليهود والنصارى بما ارتكبوا من المخالفات لدين الله عز وجل في أمور العقيدة، وأيضا مواقفهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما موقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا كله بين سبحانه وتعالى أن هذا الذم لا يشملهم جميعا، بل منهم من ليسوا كذلك. فقال سبحانه: ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب سواء في هذا الذم وهذا الانحراف. من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا استثناء. من أهل الكتاب أي من بعض أهل الكتاب، أمة أي جماعة، قائمة يعني مستقيمة على دين الله، وذلك ممن أسلم من أهل الكتاب وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كعبد الله ابن سلام وغيره من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم، فنالوا بذلك الفضيلتين: فضيلة الإيمان بالرسل السابقين والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحازوا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، كما قال جل وعلا في ختام السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ومن هؤلاء النجاشي ملك الحبشة الذي هداه الله للإسلام، كان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام فأسلم وحسن إسلامه، ولما توفي في أرض الحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة الغائب هو وأصحابه: يتلون آيات الله أي القرآن آناء الليل أي ساعات الليل، وليس المراد أنهم يقومون الليل كله، وإنما يقومون بعضه
أو المراد أنهم يتناوبون، فمنهم من يقوم أول الليل، ومنهم من يقوم وسط الليل، ومنهم من يقوم آخر الليل، فهم بمجموعهم يحيون الليل كله، وهم يسجدون يعني يصلون، ونص على السجود لأنه أعظم أركان الصلاة، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله عز وجل الإيمان الصادق الذي لا يعتريه شك ولا يدخله شرك، يخلصون العبادة لله عز وجل، ويؤمنون بأسمائه وصفاته، واليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. وهذان ركنان من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فنص على هذين الركنين: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لأهميتهما. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون غيرهم كما أنهم صالحون في أنفسهم، فإنهم يحاولون أن يصلحوا غيرهم، فيأمرون بالمعروف وهو كل طاعة وكل بر، وينهون عن المنكر وهو كل معصية وإثم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. أولئك الذين هذه أوصافهم يكونون من جملة الصالحين، وليسوا كمن ذكر في أول السورة من اليهود والنصارى الذين هم غير صالحين. ثم قال جل وعلا: وما يفعلوا من خير، يعني من طاعة وبر وإحسان، قليلا كان أو كثيرا فلن يكفروه، أي لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع لديه عمل عامل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالله لا يضيع لديه شيء من عمل الإحسان ولو كان قليلا، ويضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة. وكما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده، أنه لا يضيع أعمالهم بل يحفظها وينميها لهم ويجازيهم عليها أعظم الجزاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل الصلاح والإصلاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.